بالنسبه للمقابله كانت جد جد رائعه، وكنشكر الفريق ديال الرجاء العالمي اللي كان في مستوى جد جد جدا بصراحه بقوه الفرحه. ما عرفتش ما غادي نقول، انا بصراحه لعبوا بجديه بصراحه، كلهم كانوا رائعين، وبخصوص شاكير وبن حليب اللي عطى الفرصه لنفسه بصراحه اليوم كان في مستوى جد رائع. الحمد لله احنا فرحانين بهاد 3 بوان اللي فزنا بها اليوم، وخا كان الماتش صعيب التيران ما ساعدناش باش نلعبوا مرتاحين، وتبارك الله على الدراري يعني داروا مباراه قويه، والحمد لله كان عندنا تخوف من اللعابه، ولكن الحمد لله كانوا رجال وحقوا الفوز ديالهم، وصعيب باش تجيب 3 بوان من كينشاسا، والحمد لله غادي نزيدوا القدام وغنقولوا كلمتنا في الشامبيونز ليغ ان شاء الله. اول حاجه نبغي نبارك لكاع الرجاويين بهذا الانتصار، انتصار اللي مستحق صراحه، وتنقول برافو للعابه كاملين، وبرافو للستاف تكنيك على داك الكوتشين اللي دار وعلى الطريقه باش لعبنا. واللي كياكد لينا في هذا الماتش هذا هو ان الرجاء راه بلاصتو هي عصبه الابطال ومع الكبار. سي فري كانت من بعد ديك النشوه ديال الديربي وداك الانتصار اللي ديك الريمونتادا ديال الديربي وقعت واحد الهفوه مع فريق الترجي للاسف، ربما الناس كانوا باقي فرحانين كانت النشوه ديال الديربي، دابا تنأكدوا باللي الرجاء فرقه كبيره وبلاصتها هي عصبه الابطال. وشنو بغيت نقول عاوتاني، لان هذا الانتصار اللي خص يعرف الناس هو هذا الانتصار هذا ديال الرجاء في كينشاسا، اول فريق ماشي مغربي عربي تينتصر في الديار ديال الكونغو الديمقراطيه، هذه راه مهمه القضيه، يعني ديما الرجاء سباق للتاريخ، والتاريخ تسجل مره اخرى ان اول انتصار في ديك الدوله كان ديال فريق الرجاء البيضاوي. وشكرا ومبروك علينا كاملين. السلام عليكم. المباراه ديال اليوم كانت في مستوى كيف ما شفتوا، يعني تبارك الله لاعبين عندنا في مستوى، يعني رغم كاين الغيابات بزاف هادشي معروف عليها، الحمد لله الخلل ما كيبانش وسط الفريق، يعني حتى هذا كيف قال خلال البصير الله يرحمه، هذه الراجه هذه هذه ماشي شي فرقه اخرى، الراجه هذه يعني معروف على اللي دخل يقضي الغرض الحمد لله، يعني الرجوع ديال بن حليب فهمتيني يعني سد واحد الثغره، ويعني كيف ما لاحظتوا يعني الغياب ديال بدر بانون يعني المدافع الكبير يعني ما شكلش لنا واحد الخلل في الديفونس، الحمد لله الدراري كانوا رجال جابوا 3 بوان خارج الميدان، الحمد لله يعني حنا لا خوف على الرجاء، والرجاء ما معروف عليها يعني رغم الخساره ديال المباراه الاولى ضد الترجي، الحمد لله يعني ما اثرتش علينا، غير كانوا الدراري باقيين فهمتيني باقيين عايشين ديك اللحظه ديال الريمونتادا ديال الديربي اللي كلشي كيعرفها، والحمد لله يعني حنا معروف علينا 3 بوان كنجيبوها خارج الميدان، وتوفيق ان شاء الله ضروري غيكون توفيق ان شاء الله. السلام عليكم. حنا ثقتنا في اللعابه كبيره، وثقتنا في المدرب والمساعد ديالو كبيره، وطوا بوا مهمه في هذه الظرفيه هذه، وان شاء الله من هنا غيكون الخير، ان شاء الله من هنا قدام غيكون الخير، وديما راجل.